يمكن في خبر برضو يعني مهم نقوله لحضراتكم. أحد الحراس اللي موجودين على أو لحراسة الكاتدرائية، بوابات الكاتدرائية، فرد من أفراد الأمن أصيب بطلق ناري في قدمه، لكن الكنيسة يعني طلعت بيان أو تصريح وضحت فيه الأمر عشان ما يكونش فيه أي لبس أو كلام مش مظبوط. الكنيسة قالت أنه أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية تعرض لإصابة سطحية في إصبع قدمه نتيجة خروج رصاصة بطريق الخطأ من السلاح الناري الذي يحمله، وتم نقله للمستشفى للعلاج ولا توجد إصابات أخرى. الطلق الناري خرج من السلاح اللي هو كان شايله، محدش وجه عليه نار، مفيش أي تفاصيل تانية عشان القيل وقال اللي ممكن حضراتكم تقروها. ده البيان وده التوضيح بتاع الكنيسة. إن شاء الله يخرج بألف خير وسلامة ويتعافى إن شاء الله.